انت عاجبك نظام الكوره في مصر، بطولات والدوري والكلام ما هو المجلس الاداره الحالي بيبذل اقصى مجهود. كابتن مصطفى، استاذ احمد مجاهد ده من اكفأ واقدر واكثر الناس، خلي بالك، خبرات في هذا المجال. انا بتفق معاك، بتفق معاك بامانه. انا عارف والله، بيعمل في ظل صعب وراجل نظيف ولوحده، ولا بص ولا يبغي منصب ولا يبغي ما. انا بقول الكلام ده بس ثلاث انفار ما يكفوش يدير هذا الاتحاد في هذه اللحظات. محتاج لعناصر معاه تانية تساعده. ايه رايك في اسعار اللعيبه الحاليه؟ مش اسعار يا كابتن مصطفى. امال ايه؟ دي تعتبر، ده يعتبر مصطفى، مش معقول واحد سيرو 2 من 4 مليون اوصلها 90 مليون. ما دي عمرها ما تحصل في العالم كله.